رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. وباب يهي وقوف الإمام إمام كاستاغي ديسة او استاغو تلقاء وسط الصف صف كدحديسة كقمنانتيس أما قماتيس إنو استاغو إي وقرب أولي الأحلام ضدك قنقارك أو صاحبك والنهى إي عقلك دوان شهودة منه إمامك أي دوادان لما بسلو باب كان إمامك أترجمي أما أكره الله سلو دوك بعد وحوي إمامك إنو استاغو صفك قدم بيا دحديسة ميشكو آدن تلقاغا وميشكو آدن بمعنى وحالة ديدين يهي إنو الصفك لنا وقبط ضدك بيدح دكحيقة ضدك ميدك تكحيقة وإنو لحظة دكو آدين وصلنا وبرنين مسألة اللي بعدنا وحوي إمامك إن يكسو حكسدان أو أسو دوادان ذاتك قانقارك إيه هادان عقلي قاله وعرورت إيو ذاتك عن عقلي قاله إن مجانين تا أما عقلي قوضو ديمي هاي كواسي إن صفك هورا إمامك كوحي قال لغا فوقي تاسو كهلا يا معنى لبدا مسلوة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كوحوري وسطوا دحد حيست أو دحد كو آدية الإمام إمامك وسدوا أوذى وقفية الخلل بمبناني ذا يعني مركة تاقنتهين خلل كوحل إلى هذا لوضع الروح إسلت تاقن لحظوا ذا مش فرجده كو آدنة بنانكا مركا بنانكا إذين دحيانا بوحية أو أوذوة روح حوري أبو داود باوريي بيهاقي باسيدو كالوري من طريقه بو كوريي سنة كيسوا ضعيف صوبت روح حوري نين ليه لهذا يحيى بن بشير يهو يدي ولود ومجهولهم باكوشرا ساس طلادت بحديث كوحة ضعيفي عبد الحق الإشبيلي الإمام الذهبي أبو الحسن بن قطان يا الشيخ الباني أنتم وايد ضعيفين لكن حديثك لو جملوك كوبينها الجملة ذا اللبعد وسد الخلل أيض الشاهد بيلاد هو السكنتة أنت ضعيف كأو الجملة ذا هوري أو وسط الإمامة طيب أما وسد الخلل ونتجدونا والشواهد بيض لهذا هاي حديث بضم بهجرته النبي كو أمره صلى الله عليه وسلم وكم إذا مثلا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي يقول صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل صففك توسيع كربهنا اسكو آدية بمبنان كان بوحية أو ذا ميلها بمبنان حديث أبو داود يبيها قباصو صاري وحا صحيح حاكم ذهبي نووي الشغلباني كاسا عمر خاتك عي مركز جملة سد الخلل شواهد بي مركز لذا ويسوغنت لكن وسط الإمام تسا ضعيف وعن أبي مسعود الأنصاري قال وحوري كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها إن بضون أهل العلم يكم ذا سنة يكرد قيان إمام كان لحظة اللقوء آديو لكن حديث كاسا كسو أروري سوغن وضعيف
وعن أبي مسعود الأنصاري قال وحوري كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كوحوها يمسح مد مسح أيوها وقعنت مريا مناكبنا قربها نجا في الصلاة صلاة دحذن ويقول وحنا ريت شري يعني كعمو ساو مريت شري يعني سي وأسم معنا ويقول وحوري شري استو سنما ولا تختلفوا هيصلوا مرنا يعني هيسقلافين أو ميت قدال وتاجن يا ميت صهر يا إيوه اختلاف قصص على جوار أو فتختلف أي اختلاف قلوبكم قلوبتين وأي اختلاف اختلافين وهذا اختلافتان قلوبتين اختلاف أيسا لأن وحل إلى هذا اختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن هذا مقال ككرة اختلافتان وضد يعني كل شيء ذا أظن موقتان وحي السبب أيسا إن قلوبتين اختلافتين ساسوي معنا ليالني هاي لص هاي جسوا حكسدب النبي صلى الله عليه وسلم منكم حال إذن كإذن كم ذيهن أولو الأحلام كوا قنجر كأصحاب كوا النهى يعقوش لبذا كلمة أولو الأحلام والنهى بعض أهل العلم وحي ليه لبذا كلمة واسكو معنا وهو مترادفان لبذا بنا وحى لجوا ذا ضدك عقلي عليه أولو الأحلام والنهى لأن أحلام تعقوش أنا ولا يدان نهى أنا وجمع النهية نهية أنا وعقلها مركب وحيدين لبذا الكلمة واسكم معنا ومن باب يعني وحويان عطف المترادفين بعض أهل العلم نوحي إليهن أولو الأحلام ذا وحال جو ذا البالغون ذاتك قانجارك والنهى أنا وحال جو ذا ذاتك عقلك له لأن التلازم كمرد حي عقلك يقانجار نمضه كو قانجار واحد شنا عقل لهن مركا والنهى وحيكها الله يسادتك عقلك له أولو الأحلام نكو قانجارك كو سهي قصو حك سدين بو نبي صلى الله عليه وسلم ثم كذبنا الذين كويها كو حك سدين يلونهم أيجا يجا كو حيجا كو يجا رعسا وحق عقلك يقانجار نمضه أيجا كو حيجا كو سهي قصو حك سدين ثم كذبنا الذين يلونهم كو كو كسي حكسدنا ايغا كسي حكسدين سدا هي ليسو سي حكسدوا رواه وري احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه جدد وحوي ان امام كا اغدوادان او يسو دوادان او كسو حكسدان ددك قنغاردكا وطبعا وحا لغا فهميا انين عرورتو انين امام كا كسو حكسنين او غدال لمريو او تغيدون كدبنا سيدي صفدا يدا اه ليسغو خيغو ايا استاغنا ليسغو خيكسن ايا يا صفوفتا ايو حديثو تلمامي صوبته وحي ليهين سدا لو ليهي لانه مركي امامك هدي حالده كوتيمادو وتنصوم مرني او مامومين تغداشي ستاغن ميد كميدو بوسكا غليناي مركا ددكو هدي عرور يهين او اينا صلاهي ما فهمسنين غداشي سنا كوسفن يهين dadkii waaweynana ay gadaal maraan hawshaasi dadkii qaban lahaa inay fogaadaan ma wa istikhlaaf kan soo marnay wa waxa kale loo baahan yahay imaamka marmar buu khaldami kara in la baraarujiyo dadka baraarujin lahaana waa ulul ahlaami wan nuha igal roo inay ku soo xigsadaan waxa saddexeya imaamka marba sawtkiisu hoos u dhici kara oo dadka in la gaarsiiyo u baahan kara sawtkiisa ayadana dadka ulul ahlaam wan nuhaaga adiga muhiim fara badan bay leeyihiin saas daraadeed baa loogu soo xijinay وعن المسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نبيغا وحو كورن قال النبي انه يري ليالني هي وخيكسدين منكم حالي ايدينك ايدين كميدين اولول احلامي كو عقوشه وصاحبك اما قنغاركا ونها اي عقليده ثم الذين يلونهم كو كو كسيخغا ثم الذين يلونهم كو كو كسيخغا كخيكسدين واياكم وحنود كلا ديغيا ايدينك اي وهيشات الاسواق suuqyada dhexgalkooda heeshaadka waa yaani ikhtilaadkooda iyo buuqooda iyo qayladooda iyo waxa soo macna tayib lagu fitnoobo macna waxa laga wada sida bacdu ahli ilmi ay ku fasirayaan iyakum wa heeshat al aswaq fi salaah ama fi masajid masajida marka timaadaan inaad sidii qayladii iyo buuqii iyo isdhexyaaci suuqo kale inaad u dhaqantaan ma المساجد مركل يا ودي صلاة عليكم بالسكينة والوقار حلو بهاي
yani deganaansho iyo kaadsiyooni iyo khushuuc iyo laakiin sidii suuq iyo kale haddaad buuqdaan oo qaylisaan oo isdhexyacadaan oo taasaa la diiday culimada qaarkood saasay ku qaydaya rawaxa wariyay xadiidka axmed baa wariyay oo muslim wa abu daawuud wa tirmidiyu ayib وعن انس رضي الله تعالى عنه قال وحور كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها يحب متشعل ان يليه ان يكسو حكسدان المهاجرون رجي سو هجرود صحابتي ساها والانصار يا انصارتو ان يكسو حكسدو وحوي ويليا لياخذوا سي اي اوقاتان عنه حقي سا اوقاتان حكمتا يكسو حكسد اولي هي waa dadkii diintan naqlin lahaay oo dadka gaarsiin lahaa waa marka inay salaada ka qaataan oo nabiga afcaashiisa ka fahmaan oo kadibna ay cilmiga ummadda sii gaarsiiyaan liyaakhuduu canhu si ay nabiga sallallahu alayhi wasallam uga qaataan rawaxa wariyay axmed wabnu maaja kadalika waxaa soo saaray ibn xibaan iyo xaakim uu saxiixiyey cala shardi shaykhayn dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani iyo sheekh shucayb alarrawd intuba كذلك حديث كوحا صوصاري الضياف المختارة بيهقي في السنن عبد بن حميد عبد بن حميد انتبه صوصاري طيب حديث تاسمر كوحي فائدين سا صفك إمام كوحا كسو حكسنة يدتك واويني قان قارك أيا كسو حكسنة وعكسو كان صحابة قارك رضوان الله عليهم إن أي عروت كساري تشيرين صفك هري يو حديث تندليشاني oo cumar iyo zir ibn xubaysh miyuu ahay saddex saxaabi iyo dhowr saxaabi baa laga wariyaa alimaamu axmed cali raxmatullah isaguna wuxuu karaahaystay in caruurtu ku soo xigsato imaamka oo wuxuu dhihi jiray mowqifkoodii ma ah gadaal baa la marin jiray macna intaas waxay faa'iidaynaysayaa imaamka ku soo xigsanaya oo safka isaga xiga yaa istaagay ama caruurtu meeshay istaagi lahaayeen xadiiska baabkan dambe uu sameeyey baabu mowqifi sibyaani caruurta meeshay istaagi lahaayeen buu baabu yahay wannisaa iyo dumarka min arrijaali ragga xaggooda ay ka istaagi lahaayeen caruurta yarkeen qaan gaadhin ila sibyaanta saan soo sheegnay mar hadduusan qaan gaadhin waa sabi iyo dumarku meeshay istaagi lahaayeen salaada ka istaagi lahaayeen oo ragga ay ka istaagi lahaayeen yacni ragga safka hore ku jira waxaa laga hadlayaa markii ay wada tukanayaan iyagiyo raggu raggii dumarku xaggey ka istaagayaan ma garab istaagayaan ma gadaal bay ka istaagayaan ma la safanayaan min arrijaali saasa laga wada an cabdiraxmaan ibnu ghanmin radia allahu taala an cabdiraxmaan ibnu ghanmin can abi malikin alashcari can rasuuli illahi sal alay wasalam rasuulka wuxuu ka warin abu malikin alashcari ayaa rasuulka wuxuu ka warinayaa annahu nebigu kaana inuu ahaa yusawii mid sima oo isla ekeeya bayna alarbaci rakacaatin afartii ragcadood dhexdooda ayuu simi jiray fi lqiraa'ati akhrinta ayuu ku simi jiray walqiyaami iyo istaaga yacni afarta ragcadood markuu wada tukanayo akhrintooda iyo istaagooda wuu simi jiray wuu iskula dhaweyn jiray waay wa yajcalu wuxuu yeeli jiray alrakcata aluulaa ragcadda ugu horeysa hiya iyada atwalahunna midda ugu dheer buu ka dhigi jiray marka wuu simi jiray haddana midda ugu horeysa uu ka dhigi jiray ta ugu dheer bimacnaa simidda wuxuu ka wadaa wuu isku dhadhaweyn jiray marka ta usa u horeysa laakiin ugu dheeraan jirta maxaa sidaa uu yeeli jiray likay yathuuba si ay u soo ururaan annaasu dadku si dadka maqan ee muxuu ahaayey salaada u soo socda ay u soo ururaan ama u soo noqdaan oo u yimaadaan oo salaada uga soo gaadhaan wa yajcalu wuxuu yeeli jiray nebigu sal alay wasalam arrijaala ragga qudaama alghilmaani caruurta ama wiilasha hortooduu yeeli jiray ويجعل وحو يلج الرجال الرقة واوين قانقاركا قدام الغلماني ويلشا أن ولي قانقارين هرطوضو يلج لصفك كهر ريو الرقة يلج والغلمان ويلشا يرير خلفهم الرقة قداشوضو يلج والنساء الدمر كان خلف الغلمان ويلشا يرير قداشوضو استاجين جري نبو صلى الله عليه وسلم رواح عوريي أحمد باوري كذلك بيهقي باوري ولي أبي داود waxaa u sugnaaday canhu أبي مالك الأشعري حالو ka warinaya qaala inuu yidhi أبو مالك baa dhahay ألا أحدثكم ميانا idinka sheekeynayni بصلاة النبي نبيga salaadiisii صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yidhi فأقام الصلاة
noo sheeg bay dhaheen war salaadii nebiga miyaanaan idiin sheegayni buui te noo sheeg waay ayib qaala wuxuu ihi faaqaama asalaata nebigu salaadii buu aqimay wasafa arijaala raggii buu safay wasafa khalfahum ragga gadaashoodana wuxuu ku safay alkhilmaana wiilashii yaryaraan qaan gaadhin uma kadibna sallaa bihim waa tujiyey fadakara wuxuu sheegay salaatahu nabiga salaadiisii sal alay wasalam xadiis dheer xadiidka sanadkiisu waa daciif riwaayada abi daawuud iyo midda axmed ee horeba isku dar oo sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira la yidhahda shahr ibnu xawshab shahr ibnu xawshab oo daciifu nisuu xifdihi wa kahrati awhamihi ayaa ku jira saas daraaddeed bay culimmadu daciifinayaan maxaase loo deliishadaa waxaa deliishada yacni jamaahiirta ayaa deliishada culimmada badankood oo sida loo tartiibinaya dadka isla tukanaya oo inay raggu waaweyn ay hormarayaan caruurtu ku xigsanayaan dumarkuna caruurta kasii dambaynayaan sidaasi macna wa can anasin radia allahu tacaala canhu anna jaddatahu ayeydii mulaykata ahayd ayaa dacad u yeedhay rasuulallahi sal allahu alayhi wasalam bay u yeedhay lidacaamin cunto ayay ugu yeedhay oy sanacatu hagaajisay cunto ay samaysay bay nabiga ugu yeedhay jaddatahu damiirka isaga ah haddii anas loo celiyo xadiidku waa iska hor imaanayaa riwaayaadkiisu oo riwaayaadka soo socda waxay caddaynayaan ciddii u yeedhay inay ahayd hooyadii anas hooyadii halkana jaddatahu buu leeyahy saas daraaddeed ba alxaafid ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay damiirka jaddatahu ah uma noqonaya anas ee wuxuu u noqonayaa nin la yidhahda isxaaq ibnu cabdillaahi ibni abi talxa oo anas hooyadii ay ayeeye u ahayd oo sanadka ninka ku jira ah marka jaddatahu jaddata isxaaq ibni cabdillaahi ayeydii oo anasna hooyadii ah saasay isu waafaqaysaa buu leeyahy dacad rasuulallahi sal alay wasalam rasuulkay u yeedhay litacaamin bay u yeedhay sanacatu ay hagaajisay fa akala markaasuu nebigu cuntadii cunay uma kadibna qaala wuxuu yidhi quumuu istaaga faliusalli aan tukadee lakum idinka dartiin idinka dartiin macnaa waa laga wadaa bimacnaa lakum litacliimikum wa inaan idin baro darteed salaada aan u tukada wey macnaha iyaga dartood salaada uma tukanayo sax lamtu allahu tacliil laakiin tacliim baa laga wadaa ee lagama wado ilaahay dartii buu u tukanaya laakiin sababta keentay inuu iyaga baro waay allana waa u tukanaya lakumta macnuhu saas fa qumtu waan istaagay buu yidhi haddaan anas ahay ilaa xasiirin baan isu taagay darin oo lana annaga noo sugnaatay qad iswadda kaasoo madoobaaday min tuuli maa lubisa yacni xidhashada inta la xidhay dherkeeda darteed inta la isticmaalay buu ka wada leanna waxa weeyaan gogosha iyo darinta iyo laguma labistee laakiin waa la isticmaalaa waa lagu fadhiistaa marka wuxuu ka wadaa min tuuli maa lubisa muddada la isticmaalay dherarkeeda darteed buu la madoobaaday darin noocaasaan xaggeeda isu taagay buu fa nadaxtuu markaasaan firdhiyey buu yidhi bimaa-in biyaan ku firdhiyey yacni waxa weeyaan ama waan dhaqay buu ka wada ama nadxiga waxaa la yidhaahdaa firdhinta ama inuu waxoogaa yacni dhaq ayaa laga dhici karta inuu nadiifinayo taasaan sameeyey buu yihi fa qaama markaasuu istaagay calayhi korkiisa rasuulullahi baa ku istaagay sal alay wasalam xasiirkii ama darintii korkeeda isku taagay wa qumtu waan istaagay buu yidhi ana aniga walyatiimu iyo agoonkii waraa'ahu gadaashiisaan istaagay wiil yaroo agoon oo aan qaan gaadhin baa meesha jooga marka aniga wiilkii yaree agoonkaa nabiga gadaashiisaan istaagnay buu yihi ayib wa qaamad way istaagtay buu yidhi alcajuuzu duqdiina islaantii habarta ahaydna min waraa'inaa gadaad sheeday istaagtay buu yidhi fa sallaa lanaa markaasuu nebiguna tujiyey ragcatayn laba ragcadood uma kadibna insarafa wuu ka baxay waa gadoomay saas way macnaa uma insarafa waa gadoomay rawaahu aljamaacatu baa warisay ila bna maajah ayib waxaa xadiidkan laga qaadanayaa oo uu faa'iideynayaa laba masalo masalada koowaadi waxa weeye haweenku inay caruurta saf ahaan ka dambeeyaan rag hadduu yahayn in ragga gadaashiisa istaagayaan xataa keligeed ba ha ahaatee gadaal bay ka istaagaysaa ragga ma garab istaagayso lamana siin mayso taa wuu inoo faa'iideeyey waxaa kale oo inoo faa'iideeyey caruurta gadaal ha la mariyo waa markii
safka rag waaweyn oo buuxiyo lahayo waay. Haddaan safka hore raggii waaweynaaba ku filayn, hadda caruurtu marka ragga waaweyn bay garab istaagayaan. Xagee laga qaadan? Xadiidka Anas baa laga qaadan, laanna Anas wiilka gadaal ma marin yarka ah, laakiin Anas buu isgarab taago oo safka la istaagay. Marka haddii ay ragga waaweyn ayna safka buuxinin, caruurtu safkay buuxinayaan, ee markay rag waaweyn joogaan bay gadaal marayaan wayn. Macna sidaasna xadiidkaasi waa inoo faydiyay. طيب وانا مذهب كجمهور تو اي قبان. وعن انس رضي الله عنه حكى له فائدينيا اسلم معناها فائدينيا نبي صلوات ربي وسلام عليه حديث عبد الله بن عباس وانا اجي صومرني نبي هبينكي مركو صلاه الله قالي نبي صلى الله عليه وسلم وبيد حتى كي استاغي نبي انتو صوري تشي وكا ميدك تيس استاجي عبد الله بن عباس نوحو اها قان قاعد ما اهين صاصي معنا حتى النبي عمر كودي مني قانقار ماه نهز الاحتلام وحقوله هذا إنه قانقار لكن قانقار ماه مركا سقو السبي أب وإمام كي هذا نسقرب تاعي صوت محيط هاي لأن عد كلام المشي تشوجن به مركا يجون هذي تشوجان يجا صف كور يستاجي هذي رجوا أي نصف كور بحين إن النويل جليا مركا سيدا سمعناها حديث فايدينس. وعن أنس رضي الله عنه قال وحر صليت وأنت كذا أنا يا ولي يتيم وأجونكي في بيتنا جورج النجم كنت كن خلف النبي النبي جداشي سان كنت كن صلى الله عليه وسلم وأمي هو يدينا خلفنا جداش النبي كنت كت أم سليم نه هو يدي أم سليمنا جداش النبي كنت كت أم سليم بيت ملحان. رواه البخاري باوري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حوري خير صفوف الرجال رج الصفوف كوضة متك أو خير بدني أولها ومتك أو الرئيس صفك أو الرئيس أو خير بدني وشرها رج الصففيال كوضة كأو شر بدن آخرها وكأو قدم بيوح شرك لقاه الله يوحويان يعني خير كرافية يأشر كرافية يوحى أوسيجة يمرك الله فيري الشرب على جعبرة ساسي معنا كان خير كلا جعبرة يوحى هراء بمعنى ثواب كي يأشر كي يوناج وهلا يوحى كان كقضية حاجة من كاسة معناها محمد الله فيرني. وخير الصفوف النساء دمر كصففيال كوضا كأو خير بدن آخرها كأو قدم بيوح وشرها دمر كصفف كوضا كأو شر بدن أولها كأو هريوح رواه الجماعة ورسي إلا البخاري وخاري موية. طيب مركا ماشي حديث كو فائدين يا رجو مركا الصفتان كدي بعد دمر كو صف كودو دب نقنية سيدي أكل خير بدين هنا حديث كو ينور شيء وحنا كهل يا مركا الرج يا دمر كو إسلتو كنيا مركا دمر كو جوني دو أتو كنيا ما مركا الرج لتو كنيا ما محيل السببت اللي يلي صف كوضا أجوه الرياء أجوه شر بدن كوضا أجوه دم بيانا أجوه خير بدن صف كوضا أجوه الرياء رجيب وكحجة حدو رجيب كحجة يجي الرجيب واحد لحية ما تشرو ووقت النبي صلى الله عليه وسلم رجيب دمر كوا وذا تكن شرين ساج كان لجوا وذا تكن شرين واحد دربيان اللي ما ده حيسين شر وحاجز وما ده حينين هل كان دم بي يقول كنت كن شرين رجون هل كانوا كلي كنت كن شرين ساس دلاده دو النبي جوحو أمر صلى الله عليه وسلم إن إنا مضحية ذو ذكر أقادن أنت أي رجو صوت سيان مع إلى رجيو سجود سن هذا يجو مضح كر أقادن بمعنى وحويان وحي أركيان محو هاي وحن مناسبة هاي مريهنا واسكير يرين واجا واسكجا قبل هاي مركا ما دام أي رجي كسو حجان قلبي جوا ذا إيو تعلق أصمينا يا إيو فتنة أي صلاة كفي النوبة يان إيو arrimaha saakiina iyo in la yiraahdo safka u horeeya u sharbada midba midku ka dambeeyana waa ka fog yahay arrinta iyada laakiin markay kaligood tukanayaan mas'aladu sida waa ka gadisanta. Tayib rawal jamaa'atu wa risay illa al-bukhari ya bukhari muwi ah wa ka bukhari qeyr ko tukate sidoo kale inuu raga dhigi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam suuga intay dumar ku gadoomayaan marka way yar fadhin jireen kadibna dumar ka bixi jiray markii hore macna. Tayib darbiyadan hadda loo dhaxaysiiyay iyo dumarka meel kore la saaray iyo ama dhinac la dhig laga dhigay iyo waa wax dib ka yimid oo masaajida qaabka loo sameeyay laakiin ma jir jirin waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu loo sameeyay taqriiban noocun muxuu ahaay darul fitna fitna uu ka hortageed iyo fogeynteed baa loo sameeyay
لكن أصلهان مجرين وقت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب باب ما جاء وحي باب يا في صلاة الرجل إنك صلاة دي سي فذا أوت كذا فذا أسقو كليجي وجونية ومن ركع عدة الركوع ذي ومن ركع عدة الركوع ذين باب وياه أو أما سأحرم حرم ذي دون الصف صفك السكودي سأنتو صفك قارن ثم كدي من الدخله الصفك قال لما مسألة ويتنينا ميدكو بعد وحوي إن صففك قدا شو استجتو كان يبقى صفك ما بقلين بقى مشا سو استجتو كان كحال كيس طلبنا وحوي روح انتو صفك انتو سنسو قارن صلاة دي قال كدي من الركوعي كدي من أسوق الركوع سن صوص عدو صف كصف كصوق عليه أبدا من السلام. عن علي بن الشيبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كراء وحو أركي رجولا نمبو أركي ويسلي تكني خلف الصف صف كقداش يسكت تكني فوقف مركزه استاغي حتى نبي قواء استاغي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف إلى أكبحي ننكي حتى انصرف إلى أكبحي الرجل ننكي إلى صلاة كبحي واسوغ النبي صلى الله عليه وسلم انت صلاتك بحي فقال له مركز وحكويري استقبل صلاتك صلاة هذا ديب سعلي سو قابل سو بمعنى وحويان ديبك كيما ديب تكو معي لي فلا صلاة صلاة ملك فلا صلاة صلاة مجرت لمنفرد ميت قوني اتكني ميت كليجي خلف الصف صفك قداشي سميت كليكو صلاة ملك بالنبي صلى الله عليه وسلم روى أحمد داوري وابن ماجه الإمام البوصيري عليه رحمة الله عليه السنة كيس وصحيح سيدوك اللي توحى تحسيني الإمام أحمد شيخ وحليه هاي شيخ الباني شيخ شعيب نوحي إليه وصحيح حديثك وحى الشهيد وحديثك اللي سوى سعود الوابصة أياس أمر خاتك عي وحونا فايدين يا أو تلمام يا فلا صلاة لمنفرد خلف الصف روح الصفك قداشي سكت كنيا كلي جينا أو نعيد كلا لا تهجنين كاسي صلاة ما لها أبو نبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة نفي كاسي مرة بضم من صوت المانيو نفي جو وإن وكرعه على الحقيقة مركهري على الذات مرك على الذات الشرعية صلاة فلا صلاة صلاة دي شرعية أهيت كاسي ما لها تاسو أم فيني إن لقى يعني أما صحة اللقى ديجو أما ذات هذا اللقى ديجو وذات الشرعية إن قطه أما فلا صلاة صحيحة صلاة صحيحة إما لا إن ليلا هذا أي صح لكن إن ليلا هذا فلا صلاة صلاة كاملة ملها وكمال مركان نفي قال له صاره ومحوها هاي وأبعد المجازين ويسيد دهان طيب مركا وحاكتو سي مركا فلا صلاة إن النفي قاسي على حقيقة ويا أو صلاة أوصل لهين هذا الكهر ريو أح استقبل صلاتك صلاة دي سعلي بالي مركز هذا نوع اللي تروح نوع عصوك على صلاة بملك معنا صلاة دي سمتشر توا وعن وابصة بن معبد إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كرأ وحو أركي رجولا إن ويسلي تكن خلف الصف صفك قداشي سكوت تكن وحده وسوى كليجية فأمره النبي وحو أمري أن يعيد إنه سعري صلاة وصلاة سين سعري صلاة ذي بتكالي رأوا الخمسة تبا ورسي إلا النسائي النسائي موي وحد حسيني إمام الترمذي وعا صحيحي أحمد إسحاق ابن خزيمة بيهقي ابن حبان ابن حزمي انتم وي صحيحين يعني حديث كوابسة من معبد طيب الإمام الشافعي عليه رحمة الله أسقوا سحدي سوحوا كحري يعني وأو عدام ويا حديث كونه سجني إن كله ساس درادة وحكم إذا حديث تؤيره لو صح لقلت به هذا أصح لها حديث كاسداس وشيء جيو بان له لها وان قال الله هو مركز حديث وكذا ذي لكن أي ماذا مذهب كرجو ذي كلا إمام ككدم بيبا حديث كواسجني هاي دهي يغير كذا معنى مركز واسجني وفي رواية رواية كلو حكوسن قال إنه يري وابي صوي سئل وحل ودي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وحل ودي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحل ودي عن رجل
oo sallaa tukaday khalfa asufuufi safafyaalka gadaashooda ku tukaday waxdow isagoo keligiya. Fa qaala markaasaa nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam yuciidu wuu soo celinaya asalaata salaada waa soo celinaya. Rawaxa wariyay axmed ayaa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo camr ibnu raashid oo majhuul ah majhuul lxaala, marka sanadkiisa waa daciif laakiin xadiidku waa saxiix ligayrihi, dariiq kaluu leeyahay oo majhuulkaasi ka madhay oo inta laga saaray saxaabiga iyo ninka kale la xidhiidhiyey wuxuuna leeyahay ibni xibaan labada dariiqba waa sax. adiga xataa haddii sanadkiisa dacfi ku jiro waxaa xoojinaya duruuqda axaadiista kale dariiqa hore iyo xadiidka cali ibnu shaybaan labadaasaa xoojinaya, marka xadiidku waa sugan yahay. xadiistaasi waxay faa'iidaysay marka ruuxii safka gadaashiisa ku tukada oo aan safka soo gelin isagoo keligiiya meel gooniya ku tukadaayay wax salaada ma laha, salaadiisa waxba kama jiro. sidaana waxaa qaba alimaamu axmed, isxaaq ibnu rahwiya, xamaad ibnu abi sulaymaan, cabdiraxmaan ibni abi layla iyo wakiic ibnu jaraax a'imadaasaa ku tegay inay salaadiisu burtay. daahirka xadiidkaana xoojinaya madhabkooda waana sida saxiix xoogga badan. jumhuurtu waxay qabaan oo shaafici iyo maalik iyo waxay qabaan abu xaniife iyo waxay leeyihiin salaadu ma burayso laakiin khalad buu galay. oo dee xadiidka maxaad daahirkiisa kaga saarteen? waxay kaga saarayaan xadiidkan abubakra ee soo socday ku xiga safka gadaashiisuu kusoo rukuucay kadibna isagoo rukuucsan buu safka soo galay. waxay yidhaahdeen salaadii qaar ka mida buu safka gadaashiisa ku sameeyey, rukuucda iyo xidhashada salaada iyo salaadii qaar ka miduu soo sameeyey isagoon safka soo gelin. taasaa kutusi bay leeyihin. haddii salaada qaarkeed burayana kulli waa inay wada burto, oo salaadu laa tatajaza, wax qaybsamaya ma aha. saas daraaddeed qaarkeed hadduu ku asaxay waraa asaf munfaridan kulligeedna waa inuu ku asaxo. waxaa kaloo deliishanayaan xadiidka cabdillahi bin cabaas nebiga gadaa markuu bidixi iska taagay nebigu waa ka soo wareejiyey oo midigta soo istaajiyey. waxay leeyihiin mar midigtuu iska taagay marna bidixda mar bidixdu iska taagay marna midigtaa la istaajiyey, laakiin mar buu isagoo keligiiya gadaal la soo wareejinahay oo gadaal buu taagnaa. intii gadaal la soo wareejinahay soo nin keligiya ma ahayn, munfarid khalfa saf buu ah, nabiga lamuuna safanin bay meelahaasay wax ka raaraadiyeen. markaasaa waxay yidhaahdeen xadiistaasaa daahirka ka sarfinayso salaadu waa asaxaysaa laakiin ninkani khalad buu galay. meeshaasay jumhuurtu ku luqluuqeen, laakiin sida sawaabka ee raajixa wax weeye inay salaadu jabayso wa ayib oo uusan salaad lahayn sida daahirka xadiidka ka muuqato macnaha madhabka culimada hore ayaa xoog badan. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه سو انتهى وحسوق إلى النبي نبي صلى الله عليه وسلم والحال هو النبي الراكع الركوع سين فالركع مركز ركوعي قبل أن يصل انتو سنقار إلى الصف صفك انتو سنقار فذكر والله شيء ذلك أرنك للنبي نبي صلى الله عليه وسلم فقال مركز النبي قحوري زادك الله الله كوكر لي حرصا ددال إيه حرصا ددال الله كوكر لي ولا تعود هناك النقن. طيب rawa axmed daawariyey walbukhaariyi waabu daawuud waannasaa'i xadiidka waa kaan lahayn waxaa deliishanaya jumhuurta oo waxay u deliishanayaan salaatu lmunfaridi khalfa asaf inay asaxayso oo say u deliishadeen calshaani waxay yidhaahdeen salaadii qaar ka mida takbiiratu lixraam iyo rukuucdii ayaa wuxuu sameeyey isagoo safkii aan soo gelin oo munfarid ah, hadday asaxdayna salaadii kale inay wada asaxaysaa laga qaadanaya. waatan hadda soo sheegnay saasay u deliishanayan. tayib istidlaalkaasi waxbaa lagaga noqon doonaa oo dooda ay ka qabaan waxa weeye imaam axmed iyo siday leeyihiin waxaa kala gedisan salaada qaybteeda hore iyo ruux soo socda iyo nin salaadii oo dhanba ku sameeyey safka gadaashiisa, labadaasi isku mid maaha. xataa haddii la yidhaahdo suuradan ninka la yidhaahdo xadiidkan abubakra nas baa ku yimid, naskaasaana ku tusaya xaaladda iyada iyo suurada iyadiihi in ayna xadiidka gelaynin, laakiin wixii suuradaa ka baxsan ayaa xadiidka waabisa iyo cali ibnu shaybaan lagu xambaarayaa inay salaadiisu burayso, oo nin intuu salaadda ku galayba isaga dhammayso meeshaa ku tukaday kaasay ka hadlaysa.
ama inuu soo galo oo kadibna soo socdo isagoo rukuucsan uu soo galo safka, taa nusuus gooniya ku soo aroortay oo ka saaraysa. Sidaasi in la yidhaahdo waa suurtagal. Tayib. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أما عدة الركوع ذي سجون صفك سوجلين كذي من الصفك سيدا كوسو جلي مسألة ذا إيه ذا هران وقصوا هذا اللي سوس اسمه صفك أنت هذا سوجل أنت الله الركوع عمل السوجل كرا إيه وحي كوسو أروي آثار وحن كقصوا هذا اللي بابك المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها هل قاسن كقصوا هذا اللي آثار تكوسو أروت طيب مركو لابن مين يسيدوك لأبو بكر حديث كي سنة صفك كهر بور ركوعي هكون نقنن بالليلي هكون نقنن تمحي كساب سنتا وان كسو هذا الله ما أرد كسو أردي با ما الركوع دو صور ركوعي با ما ركعات دو ترسدي با انتا كيوي تفاسيش يدها الكاسان إذا نكسو هذا الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال وحوري أتيت النبي قالوا إيمي صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل هبين كقيبتي سدن به أي النبي قالوا إيمي فصليت مركزان تكذي خلفه وقداشي سامك تكذي فأخذ مركزه قبت بيديك عن تيد فجرني وإتشي ذي بولي حتى جعلني إلى إغي لي بولي حذاءه قماتي كيس دين عيسى وإساق كو آدموا حذاءه كو آدني دي سيلا ويقدر يو قرب كيس يستاتشي رواه أحمد باوري حديث كاسكا طيب حديث كاسي رجاله رجال صحيح بولي هي ثمي لي هي شيخ شعيب نوح لي هي سنة كيس وصحيح على شرط الشيخين حديث كذا ما يستر كيس وحوي وامركو أحمد ورينا وإلا أصل القصة صحيحين كي كتالا حديث كي هبين كي وبريوي قري هبريتي ميمونة وصلاة الليل كنبي قالت كذا صلى الله عليه وسلم طيب حديث كان لما يستربوا مرك ليا ولما يستر مركي موس مسند كوح وكوي من الصقر دير ولما يستر كيس وحوي مركي ونبي قول دين عيسى يستاجي ميدك تقول يسوي يستاجي رسول كنا سلاتي سي سجتش السدي أيان خنستو بول خنستو دي بانو يرى قرطي بول يعني لسنا أنت النبي قال لسنا إن قرب كيس تاجنا بان واحد دي بوا يرى دركي بول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دي سيبو لما يستمر كو صلاة دكبح أيوه حيوكو يريبولي ما شأني أجعلك حذائي فتخنس محوية هاي أرن كيب أو إنتان قرب كيبو كو إستاجي أدب دب وقو قرانيسا حقود عن برقاسا وحا أريبولي يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله ومياه هبون تاي إنو أحد قرب كاغا إستاغو أو إسلا كاسمو أدو الرسول إلهي وألا كسي ما عدبا إسلا كاسمو كار قرب كاغا ساس سمن كولا إستاغي كرت يعني وحوغاو أرين تاسا حرج بودرهم حبال لا إستاجي حدنا وحوغاو قادن لا إيهاي إنو النبي قال سمن كيسا تاغنا مركاسو ديب ديب وكرت طيب وحولي فأعجبته نبي صلى الله عليه وسلم أرنتي بعجبي سيبول احترامك يقدرينت أو نبي قدريه أي نبي أدو لعجبي فدع الله لي أن يزيدني علما وفهما إلهي إبر يقول إنه إلهي علم يفهم يكرني إلهي علم يفهم أكرني طيب مركز أوحو ريبولي وحو يري ابن عباس كذبا وحان أركب الرسول كأوصي حذي إلى أن مقلي بولي سقو خوريني صلاة دي مركو دم يستيب وقوش وقو نقضي اسكا سيحدي كدي من بلال باقو يميد أو صلاة دي أغيسيي صلاة دي بالنبي صلى الله عليه وسلم أكعي ويسنا موسى ويسيسنا ساسو طيب حديث كاسي دم يستيب كي سيدا سوي لكن وشيدة هاد اللقل يوحوي وحاد ليشان يجمهور طوحي ود ليشان يان مذهب كودي أها المنفرد خلف الصف إني صلاة دي سو صحيحته وسيب ود ليشان يان علشان وحي لهن ابن عباس دين على استاجي دين على استاجي كدي من ولا صور يجي مركز سلا دي صغار كم إذا وحي دعدي أسقى أو جدال مريه جدال تاجن سواما سدا سي أدري شنو استدلال كجمهور تسان شيخ نيبا هو استدلال ضعيف هو
oo xadiistan iskama hor imaanayso waxaa lagu jamcin karaa sida culimada qaarkood leeyihiin in la yidhaahdo kan soo celi la yidhina waa ruuxa cudurdaar aan lahayn oo iska istaagay meeshaa gooni isagoon cudurdaar lahayn, kan aan soo celininna cudurdaar buu lahaa. Oo sida abubakra iyo muxuu ahay gadaal intuu rukuucay soo socday iyo kan ibnu cabaas iyo ama labadooda midna wixii wuu garanayo isagoo garanaya buu khalday, midna muusan garanaynin, sidaana qaar baa ku jamciyay. Tayib, laakiin jumhuurta istidlaalkooda waxaa lagaga jawaabayaa saan horeyba usoo sheegnay, ibnu cabaas xadiidkiisuna kuma cadda, abuubakra xadiidkiisuna kuma cadda, labadooduba salaadii qaar ka mida juz yaroo salaada ka mida weeye, waana la kala qaado salaad oo dhan inaad halkaa ku tukatay qaar ka mida imaam axmed caleyh raxmatullahi wuu kala qaadaya. Saas wey macna. Tayib, waxaa imaanaysa taasi waa haddii safkii kuu bannaanyahay oo adoo safka meel heli kara aad gadaal iska istaagto, laakiin haddiiba safkii kaa buuxsama ka waran, cid kula istaagtana aadan hayn, ama cid kalaa soo socota laakiin rukuucii baa ku dhaafaysaba, haddaad sugto maxaa samaynay marka? Shaaficiyada badankood waxay qabaan dadka kaa horreeya nin ka mida soo jiido, dadka safka ku jira mid intaad qabato gadaal usoo jiido, isaga safka ha kula istaago. Laakiin madhabkaasi culimada qaarkood waxay ku tilmaamayaan madhab aad u xun u yahay. Alimaamu Axmed iyo Isxaaq ibnu Rahawiya waxay leeyihiin waa madhab xun. Waxaa sidoo kale karaahaystay madhabka isaga Alimaamu Malik iyo Awzaaci, iyaguna way karaahaysanayaan, oo waxay u karaahaysanayaan waxay leeyihiin dulmi baa ku jira, ruux saf hore ku jira inaad dantaada usoo jiidato, safkiisii horena aad dantaada uga soo saarto, yani xaqta rawayaan bay leeyihiin. Waa midda labaade ruuxii salaadiisiibaaba qasmiba ruux suu taagnaa uun gadaal la qabsadoo la jiitay war balaayada ku jiidanaysa maxay ahayd? Isagayda dhanba waxaa ka tegaya muxuu ahay? Marka waxay leeyihiin sax ma aha. Ta saddexaad ee ka dhalanaysa waxay leeyihiin waxaa ka dhalanaysa inay safafkii kala go'aan, oo ninkan markii safka laga soo jiido booskiisi yaa buuxinaya waay, soo safkii ma kala go'in. Marka waxa weeyaan man wasala safan wasalahu Allah waman qaطaca safan qaطacahu Allahuna, way ka dhalanaysa. Intaa markii laysu geeyo waxay leeyihiin sax ma aha cidha soo jiito, muxuu samaynaya wey marka? Madhabkaasi daciif buu noqday, maxaa la samayn? Meesheedaad ku tukani, meeshaadaad ku tukan salaadaaduna waa sax, axaadiistii haddaan sheegaynina kuma qabsanayso, maxay kuu qaban weyday? Lanna adiga intaasaad kari kartaa, sooma walaa yukallifu Allahu nafsan ilaa wuscaha, intaasaa ilaahay uu yani waxway kaa raba, ilan intaa unbaa awooddaada. Waxaa soo gelaya xadiidkii idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma istatactum, amar markii laydin siiyo waxaad kari kartaan ubaad kala imaanaysaan. Saas daraaddeed salaadii jamaacadana dayn maysid oo ka tegi maysid, cid kula istaagtana ma haysid, cid inaad soo jiidatana waxay noqotay daciif. Maxaad samayni? Meeshaadaad istaagi goonidaadaad safka saf gooniyaad istaagi, salaadana waad ku xidhan, saasaad ku tukanaysa, salaadaaduna sax bay noqonaysa. Sidaasi ayaa ay rajaxayaan culimadaas, waana sida sawaabka taqriiban. Baabulxafi boorintii buu baab u yahay, calaa taswiyati sufuufi, safafka simidooda laysku booriyo, warasihaa iyo isku dhejinteeda, iyo wasaddi khalalihaa iyo banbanaanideeda in la buuxiyo la cudo. عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال النبي وحوري سووا سما صفوفكم صففيالك نسما محيل فان تسويه الصف صفك سميديسو من تمام الصلاه صلاه دمايستركيدو كميدي صلاه دمايستيرن كيدا يو كميدي لفظ البخاري وحوي من اقامه الصلاه صلاه هاجاجينتيدو توسينتيدو كميدي. طيب waxay u deliishadeen culimada qaarkood sida imaam ibnu xazm iyo rag la mid ah safafka in la simo inay waajib tahay bay u deliishadeen, laanna salaadii waa waajib, dhammaystirkeediina waa waajib, safka simidiisuna salaada dhammaystirkeedii buu ka mid yahay, wixii shay waajiba ka mid a isaguna waa waajib. Halkaasuu mariyay ibnu xazm iyo ragle. Tayib, laakiin jumhuurtu waxay qabaan waa istixbaab. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال وحور كان وحوها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول كوحها
yuqbilu mid qaabiliya calaynaa korkanaga biwajhihi wejigiisa wuxuu nagu soo aadin jiray ama nagu soo jeedin jiray wejigiisa qabla an yukabbira intuusan salaada xidhanin salaada xidhashadeeda ka hor allahu akbar intuusan dhihin ayuu nagu soo jeedsan jiray fayaquulu markaas wuxuu dhihi jiray taraasu taraasu isku dhagawa talaasaquu bigayri khalal wa yacni waxa weeyaan isku dhega oo muxuu ahaayey banbanaanida dhexdiina awda taraasiga saasaa laga wada isku dhega wactadiluu sinma muttafaqun calayhima ictidaalkana waxaa laga wadaa in laysku aado oo waa inoo imaan doontaayo garbaha iyo cidhbaha iyo gomadaha laysku aadiyo oo uusan jidhku kala hormarin qaarna aynan horay usoo baxsanayn qaarna dib u baxsanayn ictidaalka saasaa laga wada muttafaqun calayhima labada xadiidba waa muttafaqun calayh wacan nucmaan ibnu bashiir qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulullahi sala allahu calayh waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yusawi mid sima sufuufana safyaalka iyaga waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay imaamku intuusan salaada gelin in uu dadka la hadlo oo yidhaahdo safafka hagaajiya sunnadaasi waa madhab aljumhuur xanafiyadan ku arkay ee a'imadooda imaamiyadooda iyagu inay dad la hadlaan iskaba dhaafi markuu saa isu soo taago oo aqimaada kelimada ugu dambaysa uu afka ka qaado mu'adinku takbiiratu lixraamki waaba xidhayba imaamkii waaba galayba salaadii istawu iyo saf hagaajiya iyo dhex marmara iyo warkaasi uma yaalo meelay ka qaateen ma aqaan wayba kula yaabiba haddaa dad safka sima tiraha waaba kula dagaalamayaanba waa mutacasibada xanafiyada waa baabka sufuufta marka laga hadlayana madaahibta waa kuwa ugu fogaansho badan weye sufuufta iyo sunnada ku timid taraasigaa laftiisa ninba meeshiisu iska istaagi ma aqaanaad aragteen hunuudda iyo eshiyaanka madhabka xanafiga haysta mid halkaasuu iska istaagi mid halkan isu suma dhowaan mayaan haddaad ku soo dhowaatana uu kaasii durki haddaad ku sii durugtana safkaba uu kaaga bixi marka dhexdooda waxaa banbanaan waaweyn baa iska yahay marka waa madhab waana nooc taqliido madhab ka keeneen waa axaadiista nebigana totale way khilaafsan tahay ayib وعن النعمان بن بشير قال وحول كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يسوي مد سمبها صفوفنا صفيال كنك كأنما سيدي إسقو يسوي وكسم بها إيدا القداح الليب كأم الليببك كأنما يسوي سيدي إسقو سم بها صفوفك سم القداح الليببك كسم يوكالي قداح وقرق وجمع قدح قدح كان وحل إلى هذا ليبك إنت أن لو سمينين afka birta ana aan la gelinin baarimahana aan loo samaynin qoriga keliya markuu yahay oo la qoro ayaa waxaa la yidhaahdaa qidxi la yidhaahda saas maana kaannamaa yusawii bihi alqidax yacni waxa weeye qoriga leebka qorigiisa isagoo ku simayo kale oo intuu saa u saaro dadku ayna qaarna ka hormarin qaarna ka dimarin oo leebkaa ku wada sinaadaan sidaasoo kaleeto sidii isagoo ku simayo kale xataa ra'aa ilaa uu arkay anna annagu qad caqalnaa inaan fahannay canhu xaggiisa ilaa uu arkay waa ku noqnoqday nebigu sal alay slam ilaa uu arkay inaanu fahannay oo arrintaa iyadaa aanu sidii loo fulinahayo tadbiiqeeda aanu garannay uma markaa kadib buu kharaja baxay yowman maalin arrintaa markuu u arkay inaan fahanno ku celceliyoonu garannay ayuu maalin maalmaha ka mida soo baxay fa qaama nebigu waa istaagay sal alay wasalam xataa kaada ilaa uu sigay an yukabbira inuu takbiirsado ilaa uu ku dhowaaday inuu takbiirsado ayuu nebigu soo baxay sallallahu alayhi wasallam fa ra'aa markaasu wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo baadiyan uu yahay mid uu soo baxsan yahay sadruhu laabtiisu min asafi safka ay ka soo baxsantahay nin laabtiisu soo taagan tahay oo dadka intooda kale safki laabtiisu ka soo yar horayso ayuu nebigu arkay sallallahu alayhi wasallam isagoo markaa salaada xidhan raba oo geli raba ayib fa qaala markaasaa wuxuu nebigu sal alay wasalam ila rasuulka waxaa ka mid ahaa mucjisaadkiisa waxaa ka mid ahaa cajaa'ibta lahaa markuu sii jeedo wuxuu wax u arki jiray sidii markuu soo jeedo kale saas macnaha yacani waa kii ahaa
فإني أراكم من ورائي كذا شيطان إذن كأركا وركان إن كانوا صاو صاب حسن وصفكي بكسو دير أيو أرك. فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أدومدي الله لتسون ولا واتسميسان واتسميسان صفوفكم صففيالكين واتسميسان طيب أو أما سيلا يخالفن الله أما الله وحو إصدوان مريني بين وجوهكم وتيالكين دحضوا أما الله وحو إسخلاف سين وإصدوان مريني إسويدارين يا وجيدين دحضوا هذا ديالي ويدهم روح وري الجماعة بورس إلا البخارية فإن له بخاري وحا أسقنا هذا منه حديث كا أقصقنا هذا لفظيقا بخاري لفظيقا هو موسى اللوري من جماعة هذا لكن حديث كلفظي ساهر اسقو كله هي لفظي بوليه او لا تسون ولا واتسميسان واتسميسان صفوفكم صففيالكين او اما سلا يخالفن الله بين وجوهكم انت البخاري كوري هذيك الالهي وجيدين اسخلاف سينيه متفق عليه طيب حديث كاسي فإذين يا أرتى أو لا يخالفن الله بين وجوهكم لما معنى علماء كف سيران قاركود وحي لهذان وحلق وضا روح وجيسا إيو قذات كيسا إن لاستوامر إيو وماشو وجي وكويا لو إنت اللي قوريتشي ماشي قذات كإن لقيو قذات كان ماشي وجي قلقو وريتشي ودي سيدو صعون وي مركا صعون كرتا ان ديه يحقي كاتشران وجهي يباشي لك الحق كاتشرا مركا اديك دنوا سوره قدي وي وحو لمدي هي وعيد كي ان سو مرني اها روحا امامك انتو سن سوتو سن كسهرتو سي ميو سن كبقينين ان مدحي سمدح دمر لو بدلو سوما اما سوره دي سلو بدلو صورة ما هاي أي ميوه مثلا حمار بو حمار مركتيو كلا لم يتابع لي أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم سيدع علماء قاركو دامر أيها قارنا وحي ليهين أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم وحا لقوضا قلوبتنا ليس خلاف سينيا وضدك إسلتو كان يسكو صفك أها مركاد إسخلافتان وميد قدال استاغو ميد هري استاغو أن لسن من إلهي وحو إذن كل عقابة يا إن قلوبتنا لا يسكو قراعه وذي سنعنان وذي إسخلافتان وكدي من الدقال يبربر يبلاي اللي إذن كو إبتلي لفظيقة يعني وحو يعني معنى هذا الدنب وحا الرجح يحوشين يا لفظيقة أبو داود أو رحية أو لا يخالفن الله بين قلوبكم هذيك لا الله وحو إسخلاف سينا يا قلوبتنا نحن مرك وجوه ذا بمعنى قلوب إن لقوض أما تشيلكي يوم بالله جوا ضايع دحدي إنه قال إسخلاف سينا يا خلاف ودحدينا دقيا سيدا سمعناها أنا علماء قاربا مري حديث كان وحو كم ذي حديث تقطص يسا صفف كسميد ضاد إنه واجب تح هاي العقوبة ذا كرنا لناس يعني يسيد الوقت كي إن لفظ ضيستنا إنه حرام تح يروح يكرنا لناس وشيء أي فعل أي كتلان كرتو إن أمد قلوب تهد إسكو لعضو أما تي معنيه هر هادو لقوة دو إن روح وجي جيسي لو لبدلو قداد كاللور رقاي معنيه دو حوي خلد وين بالا قليوها تنبي وين بالا قلي حرام بالا قليوها شيء هادو السنية هاي كمات نشان عقوبة إن تالي وركا وجوب نمذا أي فائدين إسا يفضو ديسيك حرام نمذا ولي أحمد وحا أسقنا ذي وأبو داود وأبي داود وصح أبو داود بيقري لكن أبي بصح ولي أحمد وحا أسقنا ذي وأبي داود في رواية نحدد قال وحوري فرأيت وحان أركي الرجل ننك أو يلزق دتشيني أما يلزق دتشيني يا ذا وقودي سما أو يلزق دتشيني كعبه أنقو جيسا بكعب صاحبه صاحبك أنقو جيسا كدتشيني صاحبك والروح قرب تاغن بوكوضا الا صفكو جا والركبته ويلزق دجينيا ركبته لوغي سنه ودجينيا بركبته صاحبك لوغي سكو دجينيا
ومنكبه قرب كيسنا دجنيا بمنكبه صاحب كي قرب كيسك دجني مركو النبي سيدا يري كذب بوحنا أركيب الصحابة وسي أسفن شيرين أيضا الله بدأ إسكو حجابة أي أن قوية إسساريان أو لوية إسساريان أو قربها إسساريان إسكونا دجنيا أيان أركيب طيب زيادة ده وحى إسكاله أحمد يا أبو داود با إسكاله سنة كده صحيح طيب وحكى لصوص هاري الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم بكوري يعني أثر كاستقام نعمان بن بشير ورأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ساسو بخاري سقو معلقة كان وحنا ركيبوا لي رجي صحابة ضاها ونبنين ككلا أنقى وجيس أنقى وكل كل تشيني أنقى وجيس كصاحب كي وكل تشيني أثر كاسي ونعمان بن بشير وحليه الشاهد استقام الصحيحة أو بخاري وريهي أو أنا اسكو أدي طيب حتى ما دونتا معناها قوة المام يو إن قربهنا اللي اسكو أديو بل لقمهنا إن اسكو آدان صفك اللي قلت الله قل قمه ودن أهل صف يكو ذي جرانو إن كله الرينين قربهنا اسكو آدان لقوهنا اسكو آدان ساسوي طيب حديث كمرك أثر كإسقاء انتي سكل واصح لكن وحى الله يستاء لقود الجنية هاي زيادة أه وركبته بركبته لقري إن قمدها للساري تري يلوه لسكون الجنشرة لقري قربها حديث تاكوتيم لقمها حديث تاكوتيم لكن إن لويها لسكون الجي لويها إن لسكون الجي يعني جملة ده يضع وحيليهن نمبا لقوني النقضي والرواد انتو ذكال كلل قولي النقضي اللي يلاهدو أبو القاسم الجدلي والصدوق حسن الحديث مركا وحلقة يا بجملة دا يدا إنا الشاذته ساس دراد يدبع علماء دا حديث ككهذا شيء بدن كود ما با أينان كينين بجملة دا يدا ركبته بركبتي لوغا لوغا إن لغو لجي صعوبة بدن باركو بترتبع لو هذا الروح يتوقع نميدول بإنو ككال لوغا أصارو ما مر بيرا مركا وحا كجرة ضعف با كجرة تقريبا زيادة دا يدا لكن قمدها يو قربها يلقمها كواسواي كواسوغان إن معناها ليس سارو طيب معناها هذا مركي سيدا ليه هل ليس سارو وهل يسكر لتشيو ما ها إن دتك أتكلبت ودتك قربك أو كنتو كان إياه لينو في أيدي إخوانكم دتك إنا دود بعد ذلك أي نص سعطة يعني نص كاس لكن وانكو قد لتشينها يا وانكو قد لبايا ما يا dadka qaar baaba intay kugu istaagaan bay kugu maroojinba hadda koor baa waxa la weydiyay sheekhuna ilaahay uu naxariistay sheekh maxamed haadi ayaa la weydiyay nin baa weeyay wuxuu sheekh dhalinyaradii intay uun lugtan ugu dhajiyaan unbay hadana nagu maroojinayaan oo ku rafaadnay markaas uu sheekhu wuxuu yiri warbaash xarbul aqdaam baa la dhahay ama wax iska celi buu meesha isaga baxay حرب الأقدام ودقالك جمده دقالك جمده هل إذا هذا كفتم وهاشق ولا كفتم دقالك جمده هل رهاي أبو حسك علي أو ماشي سقاب حبوب مركا يعني وحويان لا مرة وين أدتك كلفت صح اسكودي لكن لا مرة وين أدتك كلفت الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله رسالة له هي مسألة ده وضد ضد كقبو نكره وآخر نكره رسالة ده ورسالة اللي هذا لا جديدة في الصلاة لا جديد في صلاة رسالة ولا هي مسأيشن ضد بك قبل وأنا ضد علمي رنتي هذا أخرده يعني وحويان محو هاي ولو أي آثار تن صحابه صديق المام يسوع صح أي حق بدنته هاي هذا الشيء قد ودي سدود سهل ما رسالة كفر لأحمد أحمد وحوس نادى أبي داود في رواية قال قال وحوري فرأيت وحان أركي قال ذا وحى إسكله صحابي حديث كورينا يا النعمان بن بشيرة قال عحيد النعمان فرأيت وحن أركي الرجل ننك أو يلزق لتشين يكعبه أنقى وقيس بكعب صاحبه صاحبك أنقى وقيس كل تشين وركبته لو قيسنا لتشين بركبته ركبة صاحبه كل تشين ومنكبه لتشين قرب كيس بمنكبه صاحبك قرب كيس كل تشين وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحر سووا سما
صفوفكم صفف يالكين وحاذوا اسكو آديا بين مناكبكم قربه ندحضو قربها اسكو آديو يعني اسدوا مرين ولينوا دبعا اما اوتشد احسن هذا في ايدي اخوانكم ولالهين قعمهود على قوضا لينوا في ايدي اخوانكم وسدوا اودا الخلل بمبنانك والدلدللك اودا او قفيا معايلة فان الشيطان شيطانك يدخل وقلي فيما بينكم واحد احدي ناء بمنزلة الحذف سيدي يساقو او برار او كلا بمنزلة الحذف او محوة هاي ذلك لكردك طيب وجمع حذفة حذفنا وحل إلى هذا يعني وحكودا أولاد الضأن إذا عرورت الصغار يرير حذفته فصيري وبرارك يعني إذا عرورت ليلة روى أحمد داوريي حديثك سنة كيسو وضعيف نين ليلة فرج ابن فضالة كتشرة وضعيف لكن حديثك هو صحيح لغيره الشواهد بولي شواهد يصحيح النقلي شواهدي سوى حكم إذا حديث كأنس ومرفوع النبي صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق لقمها اسكو آدية فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف إلهي قال نفتي نفتي ذوك عندي سكون جرتان كل دارتي شيطان كيبان أركا وكسو قلي يميلها بمبنان سيدي إساقو برار وكلا طيب حديثكم مركا وصحيح لغيره انت كلام مركا واسكعد هاي لكن ولينوا في ايدي اخوانكم شيطانكو محوان هاي وحو دونو اسوء كيسية وحيالها الهي السيب يكمي تهاي انو مربا وحيسوء كيسين كرو مرة دو دونو وحو نقونا يهلق وحيالها حمارة تدا بسكرك هدور شنكو نمازاس تشكل با إلهي أود سي مر ابن آدم بوسكاد يقول هبل كاتقاني سورة دي سي بكوو إيمانا مر وحوسكاد يقول يا شمبرو هدرو مر با شكل بقاضني كأنها الحذف مركا مسيدي براركو أسو إكانا يابا مسي براركو مركا يا عيان أو يصود ديدان مين ير أو حتى محوة هاي عليري أوي كده حدوسان marka haday meel yar idin ka bannaanato xataa sidii baraar ku soo dhex jiiraya waa kii xadiisku ahaa markii la aadamu cararay aadamku marka dhaamaad uu soo noqonay hadana markii aqimaadu bilaabato cararay markaasuu hadana markii aqimaadu dhaamaad soo noqonay markaasuu banbanaanka safafku wuxuu u soo yaacaya u soo galaya sidii muxuu ahaay marka yaani wax way taasi xadiisku tilmaamaysaa marka walinu fi aydi ikhwanikum waxa laga wadaa الإمام أبو داود وحكوفة سري روح صفك السوق لي نحذي إن إنو قلدوني أدبع السنادة مثلا وحقا روح بعد نحذي إن قلي كرا روح بعد نحذي إن سوق لي حيث أتكينينو أو محوة هاي هاود لغينا محوة هاي قعمها إيا قربها هاود لغينا أدبع أدبع لينو بيدي أخواتكم ولا قوضا سلاوة معنو معناها الله بادي وحوي لينو في أيدي إخوانكم ولا لدينا صفف كسمية هل هذا قال لنا هل أكو أدات كانين يقعموه هذا أي كسمية صفف كأدبع سيدان هو معنى كل لينو بأيدي إخواركم وحكى لو دعك رزئين لقوضه صف كأد كتشرتان تاقني ذا أدو ذا تاقنتين إسكو دقنتهين إسو الدبع إسو الدبع أو حيسكو أد كينينا إلا نشلك ابن آدم كا marna jidkaaga waad adkayn kartaa waad isgelini markaas wuxuu taabtaba dhibi marna jidki waad dabcin oo markaas wuxuu noqonayaa muxuu ahaay miskiin aan waxba dhibeen marka leeyinu fi aydi ikhwanikum macaanidaas lagu fasir wa an jabir ibn samura radiyallahu ta'ala anhu qala wuxuu kharaja alayna waxaan ugu soo baxay rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa qala markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ala tasufuna miyaydan safanaynin كما تصف سيدي أصفتو كلا الملائكة ملائكة عند ربها ربي قد أكتيس أصفتو ملائكة الله أكتيس أصفتا سيدي أصفتو سيلا ميدا ميدا أصفتان ميدا أصفنين
فقلنا مركز أوحان نريب يا رسول الله رسول كلاهي كيف سيدي تصف أصفتا الملائكة ملائكة عند ربها ربي قد أكتس قال مركز النبي قحور صلى الله عليه وسلم يتمون وحي لما يسترتان أما لما يستران ملائكة الصف الأول صف كهري صف كهري مركو ربوحيان ويتراصون وين اسكود دقدقان في الصف في الصف كدحدي سنة ويسكود دقانو وي يعني وحويان مبنيان ميلا مبنيان ويسكود دقان رواه الجماعة باورس إلا البخاري والترمذي ترمذي بخاري موية وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحولي أتموا لما يستر الصف الأول صف كهري ثم كذبنا الذي يليه ميتك كحيك لما يستر فإن كان هدوء هذا نقص لمنان هدي جرت هدي وحون لمنان يو الصف كلا لمنان يو فليكن هذا لمنان شو في الصف المؤخر صف كالأقدم بي صف كالأقدم بي سيي كاس هدي وحكر لمنان يان لمنان توقش لكن كاس صففك كهر ريا ينا لمنان معنى وعلى قوضة استقو صف كهر ريا وحكب النايا ميدن بها استاقن هنقل نهيوا لما أقول مرك طيب رواه حوري حديثك أحمد أحمد باوري وأبو داود يا أبو داود والنسائي والنسائي باوري حديثك سي الإمام النووي بتحسيني الشيخ الباني نوى الصحيح هنا وعنة المامة يا صففك سيدي أكله الريان إن لو بوحيو وحاكلوا حديثك قول رياة المامة يو يتمون الصف الأول ملائكة الصف الشضو ذا النبي صلى الله عليه وسلم سمية ويري يدو نصاص بمعنى إن صف صف قول رياة بوحيو طيب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مر ربنا بمساج كنا واحد عيسى يجوا الصفوف كهرب نايهين بس صفوف عصول لسك بالله خاصة غيب تاد دم بي امتحان وين باقي جر تدكون وادك دقيا غيب تن دحى تيرر كوحي وكوس أبس المسألة ذو ذو ودرس جينا هبين دم سار جينا إن شاء الله وإذا صعد تيرر كلاج عرّا كذال بالج مرا مركا نكي تير كك عري أوصف تيرر ككذا دم بيا بالله ku aan tiirka ba ka warhaynin ba imaamuna markaas uu tiirki ka bilaabi markaas kan waa dhimay oo kaas waa dhimay oo kaas waa dhimay qaybtaas markaa insha Allah taala darsi ino soo socda kaga hadli doona laakiin qayb aan tiirarna ku jirin ba jir oo qaybta ugu dambeysa masajidka ayada oo safafkii hore banaayeen ba kuwa cusub la bilaaba markaas waxaad arki shan saf oo wada dhiman waxa keenayna waa degdeg soomaa إن الأردال الدنيا يا مركز صدر النمر وحروة صف الصف كوجودن بي إنه يسكو أدي هدرو صلاة مركز لقى بحسي عن لقى هربين أما ما هي كجد بيسليه وصاد هاي وكجد ده سواه كوكا ليفيزا صف كان إنه كوجو هر يجلو أما ميل عن صف بتشين بكبل لاو بدل كي وهر يوسعون لهاي وكورة قليلة بس عايز رم خلاصات تروي وعن عائشة رضي الله عنها قالت حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كوحوري إن الله ألئي وملائكته ملائكتيسو يصلون ويكصليان على ميامن الصفوف صففك مدقيدو صففك مدقيدو أما صففك كوود مدقتا أي كصليان ألئي ملائكتيسو روح أوري أبو داود أوري وابن ماجه حديث سنسكي سواحة تحسيني الإمام المنذري الحافظ ابن حجر شيخ الباني نووي سونا وحوليه على شرط مسلم بصحيح كويه لكن سيد الصواب حديث كل لفظ كان هذا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف لفظ قاسي وشاذ ضعيف وحان لقون النقضي رواد نين كمدة وليد هذا معاوية بن هشام وكمدة أردد الصفيان صفيان أرددي سي ثقادها يقول يكلب لفظ كلي اسكوافقين والله ذي إسكوا فقين وحوي إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف اللي ملائكتي سواحي كصليان كوا صففك حريرية حديث كل لفظ ذي عسوس حكوي وأنا لفظ ذي أي رواد بدن كود كوري أما لفظ ذي على ميامن الصفوف نمبا لقون النقضي معاذ بن هشام ليده سيداس درادت شذوذ باكوتشيرو وضعيف الإمام البيهقي عليه رحمة الله الشيخ الباني يغير كود باسيرة رهية
oo lafdigaasaa sax xadiidka cala aladiina yasiluuna asufuuf kuwa sufuufta xidhiidhiya kuwaasaa ilaahay iyo malaa'igtiisu ku salliyaan ama mayaaminu safiufta waa shaad waa kayru maxfuud buu leeyahay bayhaqi caleyh raxmatullah sheekh albaanina saasuu ku raacay ayib salliga alla iyo malaa'igtiisa ku sallinaysa waxaa laga wadaa saan horeba marar badan soo tilmaanay alla salligiisu bimacnaa waa ammaan khalqigiisa alla waa ku sallinayaa bimacnaa wuu ammaanaya fi lmala'i lacla malaa'igta dhexdeeduu ku ammaanaya amaa malaa'igta salligoodu waa duco khalqigu salligiisu uu isku sallinayo waa duco hadday saa ku timaado wuu isu ducaynaya waa ama malaa'ig ha noqdo ama keyrkooda ha noqdeen laakiin salliga alla xaggiisa markuu ka imaanayo khalqigiisa ku sallinayo bimacnaa waa ammaan lianna alla uma duceeyo soo maa ducadu waa dalab waa codsi alla yuu wax ka codsanaya ilan isaga wax laga codsadaa soo ma sidaas daraaddeed assalaatu bimacna aducaa macnahaasi ilaahay laaqima laaqimaa laakiin athanaau cala almusalla calayhi waay sida uu leeyahay abu caliyat riyaaxi sidaasaana sax وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى وحو أركي النبي في أصحابه أصحابتي سنحلي سوحو كو أركي تأخرا دبدع صحابة وحو كو أركي دبدعه وحو قال صففكي هو ردب لوغي ردعي فقال لهم مركزو النبي وحكوه صلى الله عليه وسلم تقدموا هوري صومرا هوري صومرا هدا هنا صففك هوري صوغلا أو فأتموا بي إقود ضيدا أنيقا waliyatamaha haddaydo bikum idinka ha idinku daydo man waraa'akum cidda idinka dambaysa idinku aniga igu soo xigsada igu dayda idinkana kuwa idinka sii dambeeya ha idinku daydeen oo ha idin raaceen lanna safa safka uu ka dambeeya uu arkayuu raacaya ka uu horeeyana imaamkiibuu raacaya laa yazaalu kama zuulay buu nabi sal lay slam qowmun dad ka zuuli maayaan yata'akharuuna inay dib u dhacayaan oo dib usii durkayaan xataa yuakhirahum allahu ilaa ilaa uu dib ilaa alle uu dib dhigo caza wajal ilaa ilaahay dib u riixa waayo inay dib usii durkayaan dayn maayaan rawaahu muslim baa wariyey waannasaa'iyu wa abu daawuud wa ibnu maaja yacnii xataa yuakhirahum allahu ilaa ilaahay uu dib mariyo fadligiisa iyo abaalka wanaagsan laga dib mariyo saa waa macno oo dee markaad soo dahdo uun dibdhaca aad caadaysato khayrkan faraha badan ee sufuufta hore laga guranayo waa lagaa dib riday waxaa kaloo dibdhacaasi sabab u noqon karaa in aad salaadiiba kasii dibdhacdood sii durugto oo gadaal laguu sii riixo khayraadka uun dib laguu sii mariyo lanna aljazaa min jinsin camal weeyo markaad horay ku dadaashana horay baa laguu riixayaa oo ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu kugu kaalmaynayaa dadaalka aad hayso horay baa laguu barigantaalaya markii lagaa arko inaad iska fududaysanayso gadaal gurasho aad bilowdayna hadde waxa weeyaan markaasi gadaal gurashadaada waxaa ka dhalanaya in gadaal laguu riixo xadiid waxaa ku yimid sugan isagana xataa yuakhirahum allah wa in dakhaluu aljanna xataa hadday jannada galaan darajaadka sare ayaa laga dib ridayaa oo xilliga darajaadka iyo manaasisha jannada la qaybsanayo sidii ay u dibdhici jireen baa darajaadka sare jannadana laga dib marinayaa macnahaasina waa macno xadiiska ku yimid ama yani xadiiska kuwa lamida ku yimid oo maa khaasatan jumcada markii laga hadlay hada wbillahi towfiiq wa sali allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wa cala alihi wa saxbihi wasalam.